السلام alaikum warahmatullahi wabarakatuh. All my students on YouTube, I just came to know that grandfather of one of my students has died, and they have requested for du'as. So I request all you people to make du'a for the deceased. Now I say the dua and you can say Ameen. Allahumma aghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulah wa wassi' mudkhalah waghsilhu bilma'i wath-thalji wal-barad wa naqqihi min al-khataaya كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس وأبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وزوجا خيرا من زوجه وأدخله الجنة وأعذه من عذاب القبر وعذاب النار. اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا. اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. اللهم لا تحرمنا أجره ولا تضلنا بعده. اللهم إنه في ذمتك وحبل جوارك فقه من فتنة القبر وعذاب النار، وأنت أهل الوفاء والحق، فاغفر له وارحمه إنك أنت الغفور الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.